احنا نبدا نبين الكابتن حسين لبيب وبعد كده اتفضل نروح للقرعه. معاك اتفضل. طيب النهارده لجنه الكابتن حسين لبيب بتوقعات كل اعضاء اللجنه اصدروا بيان مش احوال، يعني ان هم بيكذبوا كل الروايات اللي صدرت من نجم مجلس اداره نادي الزمالك بالاسم مرتضى منصور، وكمان كان في قرار في نهايه البيان ان هم هيعملوا مؤتمر صحفي قريب جدا هيسردوا فيه كل الحقائق والوقائع ويوقفوا الاتهامات اللي بتطالهم يعني من مجلس الاداره الحالي. وممكن نقرا البيان للساده اتفضل يعني لو اتفضل يا فندم. ده البيان قدام حضراتكم يا جماعه ونقرا تفاصيله. ده بيان صدر صباح الثلاثاء 28/12 موقع عليه لجنه حسين لبيب مجتمعه، حسين لبيب الرئيس والنائب محمد الاتريب السابق وطارق جبريل امين الصندوق وحسين السمري المدير التنفيذي وعاطف النمر المدير الرياضي وهاني برزي عضو مجلس الاداره وعمر ادهم عضو اللجنه برضه مجلس الاداره وحسام المندوع عضو مجلس الاداره وحسين السيد عضو مجلس الاداره. دول مضوا على هذا البيان اللي اصدرته اللجنه المؤقته السابقه. اتفضل يا استاذ علي. بيان اللجنه المؤقته السابقه تعلن اللجنه التي كانت مكلفه باداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب انها شرفت بتولي مهمتها. التزمت بمجموعه من الثوابت اهمها الاحترام التام لكل الاطراف والعمل الجاد لمصلحه نادي الزمالك بما يتفق وقيمهم واخلاقهم وتقديرهم لمؤسسات الدوله التي اسندت لهم الامر وبما يناسب قيمه ومكانه النادي الذي ينتمون اليه. وقد تمكنت اللجنه بفضل الله ودعم المخلصين من ابناء النادي ومحبيه ان تحقق الكثير من الانجازات على كافه الاصعده التي اتمت اللجنه مهمتها، ومن ثم قامت اللجنه بتسليم اداره النادي للجهه المختصه. إلا أن القائمين على إدارة النادي بعد ذلك وقد أزعجهم فيما يبدو ما حققته اللجنة من نجاحات فخرجوا ليتحدثوا بالكثير من الأكاذيب والمغالطات. وإذ التزمت اللجنة ضبط النفس واكتفت بإصدار بيان تطالب فيه وزارة الشباب إعلان الحقائق حفاظا على هيبة وكرامة كل الأطراف، إلا إن أحدا لم يحرك ساكنا وعاود القائمين على إدارة النادي تكرار الحديث كذبا وزورا يرمون كل الشرفاء بالباطل كعهدهم مع كل من يخلفهم الرأي في محاولة فاشلة لصرف أنظار الناس عن الحقائق والسعي إلى بطولة كاذبة. وإلى هؤلاء وإلى الجميع نقول لقد التزمنا بحق قيم الاحترام وعفة اللسان والعمل المخلص الجاد بما يتفق وما يجب أن يكون عليه الأمر في هذا الوطن الذي يتقدم لتدشين الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وإلى من فقدوا البصر والبصيرة ثم يوهموا يقدموا الرسالة، معلش هو الخط صغير جدا يا عبد الناصر. ماشي ما تحكيليش مبررات يا علي، احنا هنقول البيان ولا هتحكي مبررات؟ نقول سنبقى على عهدنا وسنتحدث باللغة التي تليق بأعضاء وجماهير ومحبي الزمالك العريق، نتحدث بالحقائق ونحترم الجميع، نطالب الآخرين أن يحاولوا التزام الصدق والأمانة. ونقول أخيرا إذا أردت أن تكون مثل أصحاب المقامات والمكانة العليا فاجتهد أن ترتقي إليهم فذلك أفضل من محاولة هدمهم. وإننا من واقع التجارب والخبرات السابقة نعلم أن هناك سيعاود حديثه بالباطل يلوي الحقائق ويشوه الشرفاء الذين قبلوا شرف التكليف بمهمتهم رغم صعوبتها وما واجهوه من معوقات، إلا أنهم قبلوا التحدي في ظروف غاية الصعوبة حتى أتموا مهمتهم بنجاح يشهد به كل منصف، فسلموا الأمانة وعادوا إلى مقاعد أعضاء ومحبي النادي هذا الصرح العظيم بما يحفظ له مكانته ورفعة شأنه. ومن ثم تعلن اللجنة أنها ومع حفظ حقها في اتخاذ كل السبل التي تحمي حقوقها وحقوق نادي الزمالك تعلن أنها بصدد الإعداد لعقد مؤتمر صحفي موسع تعلن فيه إلى الجماهير والقيادة السياسية وكافة الجهات المعنية تفاصيل ما دار خلال فترة عمل اللجنة وحتى الآن وجميع الحقائق مدعومة بالأرقام والوثائق والمستندات الرسمية، عسى أن نضع كل طرف أمام مسؤولياته التي ربما غفل عنها ولعل أن يعود الآخرون لرشدهم فيدركوا أنه لا حماية لهم في باطلهم ويتوقفون عن حديث الإفك والزور وفحش القول وليعلموا أن العصر ليس عصرهم أو يصمتوا للأبد.
اللجنه التوقيع يعني توقيع اللجنه المؤقته لاداره نادي الزمالك بقرار وزاره الشباب والرياضه، الكابتن حسين لبيب، الاستاذ محمد الاتربي، الكابتن طارق جبريل، الدكتور حسين السمري، الدكتور عاطف النمر، المهندس هاني بيرزي، الاستاذ عمرو ادهم، الدكتور حسام المندوه، الكابتن حسين السمري. ده بيان اللجنه المؤقته السابقه يا فندم. ولا في اي فايده غير انهم هيعملوا مؤتمر صحفي واحنا في انتظاره. حسين لبيب ملك البيانات، دي الخلاصه. حد فهم حاجه؟ احنا ما صدقنا علي خلص من الركاكه والكلام اللي ملوش لازمه. يا عمي ما تقول اعمل يا بيه وسطرين اعمل مؤتمر صحفي اوضح الحقائق. ايه يا عم الفشل ده يا عم؟ مش انا قلت لكم يا جماعه اقسم بالله حسين لبيب ده اقسم بالله يفتح مكتب اسمه حسين لبيب للبيانات، ياكل عك زي الرز.